فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل ثبت في بعض الأحاديث عند السلام من الصلاة أنه يقول في التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ورد هذا، ورد هذا، لكن الإنسان يمشي على ما عليه أهل البلد ولا يخالفهم ويشوش على الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.